يقفل لك الامور النظريه ديك. بعد قبل لي اخرج برا، خرجت وعندي زميل اخر يعدي وقتها، مشاو عدوا له وليل زاد في الليل تقريبا، والله يقول لك الدنيا شتية في ديسمبر تقريبا في 8 تاع الليل عدوا له مسكين، عدوا لزميل هذاك وقالوا له اخرج حتى هو بعد هكذا قالوا في الاخر قال بيجي نصف ساعه عدوا له اني قبلوني وزميلي ما قبلوش من وظرف الله يرحمه ونعمه في الجنه. هذاك هو في جان في وقتها قلت لنا على العدد اللي سندهولك لا هو جاك هذاك في جان في 49 في جان في 49 جاتني قرار الترسيب، طلبت النقل وين طلبت؟ طلبت الدوس ما حبش يجيني في ماي والله ماني عارف كراسه تو عندي كراسه تفقد الدائي يا خاطر ايه هي دي هذه اللي فيها تقرير التفقد بتاعي. هذا اول تقرير. ها؟ من اول تقرير. من اول تقرير؟ قررنا اول تاريخ يا يوسف فهد. ها سيدي اول تقرير المدرسة العربية الفرنسية بأجيم جربة القسم الأول الدرجة المتوسطة الثانية ما ثماش سوبيريور واحد. تاريخ التفقد 23/9/49 عدد التقرير 165 الاسم مصطفى زغدود المولود في كذا شهاداته التحصيل ابتدائية شهادة كفاءة تربص هذه كل حطه درجاته السادسة الدرجة السادسة في السلم الوظيفة على العدد الوسنة تراه هذه تفقده المرتين الأخيرتين ما ثماش هذا اسم الواحد هذا نقرأك التقرير عدد المرسومين 24 عدد الحاضرين 23 المواطبة حسنة في الجملة النظافة مرضية قاعة التعليم نظيفة ومتسعة وبها الضوء الكافي وكذلك الهواء جدران القاعة مزدانة بالصور مكتب المعلم نظيف ومغلف بالورق الأزرق يجدد المعلم دفتر الأعداد اليومي باعتناء وكذلك المذكرات للدروس الهامة باستعمال الورق المقوى حسن عام عطيك الواحد سيدي خلاص السيد مصطفى زغدود هو معلم ذو خبرة ومقدرة وهو قائم بعمله خير قيام وقد تحصل على نتائج مرضية حسن جدا هذا الخلاص هذا الواحد بتاعه اسمه المتفقد راه تفرج برا هيا عندك الكتاب ولا صاحب الكتاب الرياض هاي سيدي ها هو العدد اللي اعطوهولي 14/10/20 انا عندي حتى تفقدات تاع المطاعم وتاع ايش اسمه الفلاحه كل موجودين سنه قديش وقت الكوسن ديت الغابه لل انا للغابة. من وقت الخروج السواني السوق عام 12 ولا عام تقريبا عام 12 هذا كوم 1912 وقت العمل المقاسم هذيك تاع السوان اعطوها للناس من جمله ما اعطوها اعطوها للمدرسه للمدرسه قداش المساحه تاعها؟ 50 على 50 معناها نص كتار ربع كتار ربع كتار اي جاردان ايون اون سوبرفيسي دان دومي اكتار اونفيرون دومي دان دومي اكتار هي 25 ميل سي بيان انترتونو بور ان ميتايي كي برون لا مواتي دو ريكولت كان تسلم تو في المدرسة اللي بدأ يقولهم شنو هو ميتايي تو يعني واش؟ تعرفوش ميتايي الخماس وهذيك وقت تجي التعاضد وقتها عندنا معتمد والله يارك مع كل حال فعلا زهير الشريط حبيت اخذها للواحد للطعام مشيت للوالد في جيبس جيبس عمل له تليفون قال لي هذيك طلعت المدرسة قلت له باش تاخذ هذا الطعام هنا اخر تفقد مانيش عارفه منو اخر تفقد حتى نشوف فما وثيقه تقريب فيها وقت خرجت انت في النتيجه توفيق العبيدي توفيق العبيدي توفيق العبيدي توفيق
هذاك اخر شيء احتاج 19 ونص بس. شوف الكتيبه كيف تغيرت. تو عاد النجم نكتب والله لعبت النجم تو يدي تو شو هذاك خطي قبل نكتب فيه. ايه لعنا مثلا الخمسه كصفر مكتوب. وبعدين ولدت هذيك الكتاب اي الارقام تغيرت. الارقام الهنديه هذيك. هذيك الارقام الهنديه. الارقام اللي عملوا فيها تو عربي. اي جرب اجيم نقلت الدوز تو. نقلت الدوز. دوز كنا اربع معلمين. مصطفى زقدود وعلي ابراهيم من البربة. هذا علي ابراهيم معلم لغتين مدرب لغتين ومصطفى زقدود معلم عربيه وش اسمه ادوار جوياك مدير المدرسه معلم فرنسيه وايفيت جوياك مرتهن. كنا متجانسين تجانس كبير ياسر وكنا على اتفاق كامل احنا الاربعه. حتى انا في مره من المرات عملنا ضرب بين سي علي ابراهيم كتونسيين ونفذنا تعليمات الاتحاد العام التونسي للشغل. المعتبر الكاهن الخليفه نتاع دوس يقول له سي سالم العقلي من بن قداش ذره يقروا عندي لا لو وين اش بيك وروحت قال المعلم انا نضرب طول يهز التليفون ويعلم اليطنى في دوس اليطنى ليوني وقت هو رئيس مركز دوس. ما جاناش اليطنى في الحقيقه لا والله ما جانا. لما قلت رجعنا للمدرسه بعد قدوه لثلاثه اليطنى بعث لنا للدار انا وسي علي ابراهيم نسكنوا في دار واحده احنا. مشينا استقبلنا والله استقبال طيب من احسن ما يكون الحق. ثم خطبنا قال انتم تعرفوا رواحكم في دوس وتعرفوا المنطقه هذه منطقه عسكريه ومنطقه خايبه ياسر كيفاش تعرفوا الاضراب؟ قلنا احنا ما عملناش من وسطنا الاضراب جاتنا تعليمات عملناها. انت كي تجيك تعليمات من فوق تنفذها ولا ما تنفذها؟ هاي المهم الحقيقه قبل وقال ماذا بيا في المستقبل ما تعطوش تعودوها على هذا وكذا والغل الكل حتى عملها على المدير المدرسة وأمور تعليمة على المرشد. وكانت صداقة كبيرة ياسر تربطها بمدير المدرسة. هذا العام الأخير العام الثالث صداقة كبيرة انقطعتك الصداقة. هاك العام هذاك فسدت الأمور أنا وعلي والكل تقلنا. أنا نقلت من دوس حتى القابس في اكتوبر 52 نقلت القابس. قعدت في قابس ثلاث سنوات زاده كيف كيف. من قابس ثلاث سنوات هذيك في قابس وقعت فيها حوادث حشاد الله يرحمه 52 في 5 ديسمبر 52 وقعدنا في ضربات وقعدنا في 800 شوي وواحد وبعد طردوا فينا من كل بقعه. قلت عدت بسلام على كل حال. في اجواء 55 في اكتوبر 55 رجعت لقبل طلبت لقبل. نلقى قدامي هنا سي حسن ميلود ونلقى قدامي سي ابراهيم بن نور ونلقى قدامي سي علي الباصبي في لقبل. قعدنا كونا جماعه ثمه هنا الحقيقه وقعدنا نحمل في الامور الاجتماعيه. في الاتحاد وفي الجمعيات وفي الواحد بعيدين كل البعد على السياسة والواحد. في هذا في اكتوبر 55 في اكتوبر في نوفمبر 66 وزعوا 56 وزعوا علينا ديال المكتب هذول. كنا برشا معلمين وقتها كيفاش كانت السكنة حسب الأولوية الأطبية وكثرة الأولاد هي الأولى. عندك أكثر مني طفل تأخذ أنت قبل. إذا كانت سوينا في الأولاد الأقدمية وإذا كانت سوينا في الأقدمية العدد. خذيت أني وخذيت محمد صالح الشتبي الله يرحمه خذينا الدار أني خذيت الدار الوسطانية وسي محمد صالح الشتبي خذيت الدار المنغادي اللي فيها المتبقى الدولي. فيها المدير اللي المدير الجهة. قعدنا لي كانت معنا واحد مدير سي رجل طيب هو استعماري كبير ياسر من اكبر الاستعماريين نجي نقول من اكل الاستخبارات الفرنساويين فهمت بالله.
حول ولا قوة إلا بالله. أنا نظن استجابت 55 هذايا ما هو ما تلقاش يا فندم. المدرسة هذه وقتاش تأسست فيها؟ وقتاش هي تبات؟ المدرسة هذه تم بناها سنة 2000 في صيف 1954 تم بناها وقعدت متوقفة حتى لش اسمها 56. في 56 وقع قبولها بصفة رسمية وفتحت في اكتوبر 56 فتحت الربع الواحد. سيت تقول تفكر يعني تقول تفكر. رجل طيب ياسر ياسر ياسر. قعدنا فيها في جاء في ما هو جاء وقتها الاستقلال 57 وكملنا عطونا الاستقلال التام وقتها في 57 في جاء في مشير مدير ذاك نقلوه كمتفقد في جيبس. سموني أنا مدير على المدرسة هذه وقتها. وقتها الإدارة هنا يسموها إدارة جهوية في كامل الجمهورية ثم زوز إدارات جهوية في قبلي وفي قرقنا. في قرقنا كان فيها سي رابح الحيلي الله يرحمه وهنا كان سي كامي كامي بول كامي المدير مسي كامي هو المدير الجهوي. كيف مشي مسي كامي قعدت أنا مني مدير المدرسة هذه مني مدير جهوي قعدت حتى ولا قلنا 57 حتى 58 وقت تبدل التعليم وجي المسعد وبدل كل شيء وقتها وليت مدير المدرسة هذه. قعدت في هذه المدرسة هذه مدير من جاء في 57 حتى سبتمبر 66. في أوت 66 أنا مشيت في فرنسا أنا مشيت 66 في أوت وفي سبتمبر 66 جيت من فرنسا نلقى هنا برقية من الوزارة تستدعي فيها الوزارة قالوا لي تعال سي محمد بن في تونس. سي محمد بن ناعف وقت رئيس مصر التعليم الابتدائي ارتحت نهارياً ولا ثلاثة وبعد مشيت. قال لي باش تمشي متفقد في جيبس. قلت له سي محمد وين ما نجمش يعني وقتها كانت تعطيني شنو يعني عندي غابه وقتها عملها جديده ونفع بها وعندي كذا. قلت له عملت ما عملت ما عملت ما فكيتش روحي. قلت له لا اي رجعت من تم من حدا على امل مانيش باش ولا يعمل لي في التليفون. انا عندي تليفون في المدرسه دي كل يوم يعمل لي تليفون اشنو اشنو الاخر قال لي بالسيف عليك تمشي. والله يعني وقتها خفت وحشمت الحقيقه وليت مشيت لقيت عديتك العام هذاك في جيبس في التفقد. العام هذاك بعت غابة هنية بيضة هنية بعتها ب400,000 وصورت 800,000 معلومة تنقل وقتها اش عندنا ولاية جيبس ولاية قبلي وبعض ولاية مدني نصبح من جيبس للفوار وتجي هنية وهذاك هو ساعات ولا من جيبس حتى لش اسمها ساعات حتى الذهاب وقتها تبدا تدير ما فيهاش. في شهر جوان ولا في ماي عملت لهم مطلع قلت لهم راني مانيش راجع الان نسيت وقتها انا بصفه وقتيه ما يحكوا فيا حتى سكتوا وقالوا لي حد شيء في ماي في بالي ولا في جوان ولا في كبير عملت لهم مطلع اخر بقطع عملت مشيت مدير تربص في جابس معلمين عاملين تربص مشيت المدير تاعهم ثاني بستيف علي ما زلت في الواحد مشيت رجعت بلي هاو جاء اكتوبر تو جاء اكتوبر ما مشيتش جاء سبتمبر وقت في اول سبتمبر المعلمين المتفقدين يمشوا في سبتمبر ما مشيتش عمل لي تليفون خاص ابراهيم بالنور هو شاد المدرسه هذه جابوا المدرسه غادي شاد المدرسه هذه عمل لي تليفون عن طريق سي ابراهيم بالنور مشيت قال لي شبيك ما فتحتش قلت له قلت له عملت لكم زوز بطل ما جاوبتونيش وقلة الإجابة معناها الرضا والسكوت. لا قال لي لا أرجع لوقتك. قلت له لا ما نرجعش. هيا سيدي تفرقنا على غير اتفاق ومن قلت له كيف كيف. كيف كيف النهار الثالث كيف كيف قلت له سي محمد
من فضلك وتعبد مليح. أنا أمي كبيرة وبابايا كبيرة هني وما نجيبش فرقهم بالكل. عندك حاجة واحدة حتى كان فرقهم فرقهم كمعلم ما فرقهمش كمتفرق. عندك الجمهورية التونسية من الطبرقة حتى للذهابة. اختار أي مدرسة هزني فيها مساعد ونمشي. أما باش نزلت أرجع لقابس الطفل، الحقيقة قابس منتها برشا عوافل مشي. حشمة مع المعلمين ومع الواحد وأقارب وواحد وفي بلاد الإنسان ما تنجمش تخدم بالكل. وزاد ما فيهاش ربح، فيها حتى ربح. أيا سيدي أمو قلت وزاد عملي تليفون قال لي برا شد مدرستك وقول سي إبراهيم بن نور يمشي لقفصة. قلت له مش معقول سي إبراهيم بن نور مسكين جا من المدرسة الأخرى صلى بقعة توجيه هنا تو كل برا القفصة نمشي لي القفصة. قال لي لا ما تمشيش أنت. قلت له بالله حطوي وأنت ما قول ليش أنا يا سيدي. قال لي قول له هو يمشي لمدرسته وعلي ملود يجي حداك أنت وقتها يخرج إبراهيم خرج إبراهيم حطوا علي ملود. أي وقع هذا كل حال. هلكوا رجعت للمدرسة وقعدت في المدرسة حتى لتقاعدت. وقتاش تقاعدت؟ تقاعدت في أكتوبر 82. شكرا سي موسى بارك الله فيك. علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك. علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك. مهما نور قنديلي أنا نوري